وهذه فرصة سعيدة وفرحة هائلة أنني نقدم فيلم ولولة الروح حضور ألمع نجوم السينما المغربية وبعض التحديات التقنية والسياسية والنضالية المغربية. تفقة حمراء على الجمهور. ولولة الروح فيلمي الروائي الطويل الأول ضمن مساري السينمائي المتواضع، تجربة أعتقد أنها مختلفة لاعتبارات متعددة، منها أنه فيلم اختار أن يشتغل بطاقمين فني وتقني مغربي 100%، أيضا هو فيلم يشتغل على التراث المغربي وعلى التاريخ المغربي في نفس الآن، لأن أحداث الفيلم تمر خلال سنوات السبعينات أو ما يسمى في الأدبية السياسية المغربية بسنوات الرصاص، وهي مرحلة فاصلة في تاريخ المغرب المعاصر. والخلفية الفيلم كاين فن العيطة، احنا كنعرفوا بأن فن العيطة من الفنون الشعبية الأصيلة، ولكن للأسف لم يتم الاهتمام بها ويتم تقديمها في الغالب الأعم مرتبطة بكل ما هو ماجي، بينما هو فن سامي وراقي. فالفيلم هو انتصار للتاريخ المغربي المعاصر وانتصار أساسا لفن العيطة، خاصة خلال أصوات ديال مجموعة ديال الفنانين الشعبيين الكبار أمثال الفنان حجيب والقيدومة الفنانة الشيخة دونا. كنتمنى أن الفيلم يعجب الجمهور المغربي ويكون إضافة نوعية للتراكمات السينمائية المغربية. كونوا في الموعد انطلاقا من يوم 14 نوفمبر 1918 في مجمل القاعات السينمائية المغربية. أولا شكرا على الاستضافة، من خلالكم كنبغي نشكر السي الإله جوهري لأنه فكر فيا وفكر أنني نشتغل معاه في هذا العمل هذا ديال ولولة الروح، وسند إلي هذا الدور اللي هي من الأدوار المركبة. والحمد لله الأدوار المركبة رب سبحانه عز وجل تيعاوني شي شوية أنني أقدر نصل لها، لأن الأدوار شي شوية خصها واحد النوع من الخدمة. ثانيا أن حضورها تيكون قصير، التركيز ديالك يكون كله على الدور باش تحاول تبرزو وتخرجو، وكنظن بأنني الله أعلم الجمهور تيقول لي راني مزيان. العمل كله على ما شفت العمل زوين، شريط أول شريط مطول روائي ديال سي عبد الإله الجوهري، كنتمنى ليه التوفيق، حرز على جوج ديال الجوائز، وكنتمنى الجمهور المغربي يشجع الفن المغربي بصفة خاصة واللي كيلمس فيه من نفحة المغربي. كاين أعمال ولكن ما فيهاش نفحة مغربية، حنا بغينا أعمال اللي كتمثلنا حنا كمغاربة، عندنا تاريخ، عندنا أصول، عندنا تقاليد، عندنا آداب، عندنا فن، نثقوا بنفسنا، ما خصناش نبداو نقلدوا الغير، دائما اللي كيقلد الغير تيبقى دائما تيقلد، ما عمرو غادي يوصل، ما عمرو غادي يوصل، نثقوا بنفسنا، وعندنا ولله الحمد كتاب، عندنا مخرجين بداو كيبانوا واعيين، اللي عندهم كلمتهم غادي يقولوها إن شاء الله، وسمح الله بعض الناس اللي بداو كيبيعوا ويشريوا في الفن، بحال اللي باعوا حتى بعض الناس وشراوا في الدين كاع. هاد الأشياء خصها تحيدها، الأخلاقيات خصها تحيد منا، وحنا المغاربة خصنا نبعدوا على هاد التفاهات، حنا المغاربة بصفة خاصة أنا نكون أناني، نكون أناني في هاد القضية، حنا شعب محافظ، خصنا نبقاو على هاد الشيء، واللي بغا يتمدن أو يقول لي راه هادي هي الحضارة وهذا هو التفتح وهاديك اللغة ديال كذا شي من هيه، غير يسمح لي منها، راه ما خداماش، وكنتمنى على هادو اللي كيقولوا هاد الهضرة يقنعوا على الأقل الجمهور اللي كيهضر معاه. اما حنا ولله الحمد راه كنقنعوا الجمهور ديالنا اللي كيجي يشوف، ومرحبا بكم وما تضيعوش وقتكم يا تفرجوا في الاعمال المغربي. شكرا. بوشا ابراهيمي منتج ومخرج، صيفطي المنتج ديال الفيلم ولولة الروح من اخراج عبد الاله الجوهري. هذا الفيلم اللي خدمنا عليه بكل جماعه ويد الله مع الجماعه، اللي عجبتني القصه ديالو في الاول وزعمت خطوط الانتاج، ودابا كنتمنى الناس يشوفوه
ويعجبهم الفيلم واستمروا الجمهور باش يبقاو يدخلوا الافلام المغربيه. والان حنا بصدد تهيئ فيلم جديد ان شاء الله اللي غيتصور في مدينه افران. وشكرا. اشتغلت بصدق، اشتغلت بوفاء، اشتغلت بايمان، وخديت وقتي وما كانش عندي الهاجس ديال الزمن وديال الوقت. والحمد لله جات تتويج من الاسكندريه بالدوره ديال الكانتين بتشخيص ديال شخصيه مليكه في شم سانت فراشات والشيخه الزهراء والولد. نرجع الولولة الروح، لان اليوم الخروج اليوم العرض الاول ما قبل الاول فيلم الولولة الروح هو فيلم كيحكي جوج تيمات، يعني موازات مع الرصاصه. كاين سنوات الرصاص اللي هي واحد الفتره قاتمه في المغرب، وكاين فيلم العيطه اللي من خلال الشيخه الزهراء اللي هي الشخصيه ديالي والشيخه الروحاني كنكتشفوا شنو هي فن العيطه، شنو هي هو واحد الفن كان كيحمل واحد الرموز ديال الامل الشعب ديك الفتره والامه وهمومه. فانا بالنسبه لي انا ما كانش عندي درايه في العيطه، فاش الجوهري اقترح عليا الضوء مشيت بحثت فن جميل متفرد. المغرب وحديته عنده فن من هذا الشكل. شخصيه ضفت لي كثير، اولا جائزه، ثانيا بحثت في تاريخ المغرب في الفن ديال العيطه. ونتمنى ان شاء الله ان هذه الافلام خرجت خصوصا صمت الفراشات يلقاو صدى ايجابي واقبال من الجمهور، لانه حنا بلا جمهور ما كنسوا والو. والمنتوج المغربي خصو يشوفوا ناسو، لان افلام تشبهونا، انا عزيز عليا ندير قضايا تشبهوني وندير شخصيات تشبه الناس، هذا هو الهاجس ديالي في السينما والتلفزيون. اول ولاه الروح للمخرج عبد الاله الجوهري، وفيلم القى اقبال كبير من عند الصحافه والنقاد، وكذلك حاز على جوائز في عده مهرجانات دوليه، والحان غادي يعرف الخروج ديالو في القاعات السينمائيه بخصوص ميغرام الدار البيضاء. بصراحه هو فيلم يتناول مواضيع تتعلق بالانسانيه، تتعلق بالفترات ديال سنوات الرصاص، ولكن تدخل بقالب العيطه. التناول هنا تناول فلسفي واستتيقي جمالي من طرف المخرج الذي يعطينا رؤيه عن الواقع المغربي في سنوات الرصاص من خلال تجربه رائده وسينمائيه تدخل في اطار سلم المؤلف وسلم المنتزه. معك ناجي عبد الرحمن صاحب مطاعم رياض ناجي. تنطلب الناس باش يجيو يشجعوا هاد الافلام هادو، فيلم زوين ويعني في المستوى وكذلك شي رائع، لا من الممثلين لا من الادبيه كلش. تنطلب الناس باش يجيو يشوفوا هاد الافلام هادو المغربيه لان تشجيع لينا ويلا تبارك الله عليكم. شكرا. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا العرض الاول ديال فيلم ولولة الروح، سيناريو استاذ تمال اشقراو صديق الفنان فلاح جواري، وبطبيعه الحال تشخيص ديال واحد المجموعه ديال المغاربه يتصدروا حاجه الجزائر استاذ بعدين وسيد النيويين، يعني كاين واحد الطاقم كبير ديال الممثلين. نتمنى هذا الفيلم انه يروق الناس، فيه واحد البحث كاين البحث على مستوى الكتابه والاخراج. فيلم شاف مهرجان في المغرب واحد الصدى في التجربه العربيه، نتمنى انه يبقى واحد الصدى جيد عند الجمهور المغربي ويزيد يشارك مهرجانات دوليه لانه محتاج السينما المغربيه تشرف تشرف هذا البلد. نسيم حماد مستشار فني بالنسبه لي، يعني الفيلم تكون واحد الانطلاقه حقيقيه لاننا نعرف بصوره الشعب المغربي انه حاضر قوه في السينما المغربيه، لان من خلال الفيلم لاول مره كنشوف بان تراث العيطه حاضر انه يعطينا موسيقى سوريه حقيقيه كتجسد حقيقه الاحداث ولكن الزمان ومن الفيلم. بالنسبه للفيلم اللي شافوا فيه مجموعه من الشيوخ اللي هما الشيخ محمد الغربي والحاجي والشيخ عبد الله، اللي عطاو واحد الاضافه نوعيه للفيلم، ومن خلال هذه الموسيقى انا كنظن انها تكون بدايه ودفعه للتراث الشعبي المغربي، انه اللي هو ركيزه اساسيه للموسيقى التصويريه اللي كتكون في السينما المغربيه. Thank you.
كيطلع الحمد لله. في عالج واحد الموضوع الشعبي الموضوع ديال العيطه اوتو هو فيلم واحد الثقافه الشعبيه اللي بدات كتقارن هذا الجيل ديال دابا كاين الاغنيه العصريه كاين الثقافه اللي كاينه القديمه العيطه العيطه مبقاش كيتسمع دونك عجبني الفيلم عجبني الموضوع عجبني طريقة الأداء ديال الممثلين. الفيلم كان في المستوى كان فيلم في المستوى تابعت مع بيزا زاو ممثل صراحة درت عمل ديال المفروض كان ممثل إعجاب ديال الجمهور بزاف ودرت أكثر من 27 فيلم ودابا جيت نتفرج في هذا الفيلم اللي شافني نتفرج في جيمي كامل والولاد الروح واللي بغيت نقول لكم جيري ديالي كاين العام في الغابه يمكن غيبان شارجي المهم ما عرفتش واش غيبان المهم على الاولى شي فيلم بزاف زوين كيهضر على الشباب اللي كيعانيو من الزنقه والناس بحال هذوك الناس اللي كيدوزو في الغابه وشحال من حاجه ولا بغيتو تسلاو جيري ديالي بغيتو تعرفوا لي اي حاجه تلقاوني على اليوتيوب ياسين زاو المهم كثر الصور اللي هزيت عليه الفيديو اصوات ديليكاس اصوات السلام عليكم معكم نور الوداع شرف لي كبير انني كنت في افتتاح فيلم ولاد الروح يعني من احسن الافلام اللي كتهضر لنا على واحد الحقبه ديال 1973 يعني خرجت لنا واحد الحقبه جميله جدا اننا كنا كنفتقدوها يعني فيلم يعني نقول بصفه عامه انهم مخدوم تبارك الله عليهم وشكرا جزيلا انهم ردونا لديك الحقبه شكرا السلام عليكم معكم رقية بن سليمان تبع علاج معاوية مديرة الأعمال اليوم جيت باش نحضر لهذا الحفل العرس الكبير بالانفيتاسيون ديال الأخت لبنى بغداد المغنية المعروفة من الصحراء الفيلم كان عنده واحد المعنى غامضة خاص فريمون الإنسان يتكونسونطا بلا سوفي زعما شي حاجة الفيلم كيهضر على راسو باش تفهمو ماشي بلي جيست ماشي بالاشارات ماشي خاصك تخدم عقلك الا بغيتي تفهم هاد الفيلم وتيهضر على واحد الفتره وواحد الوقت اللي حنا عشناها انا عندي 61 عام هاد الفتره عشناها وشفناها دونك سا ما في تري تري بليزير دو تخو بارمي لي جون اللي شافوا هاد لا بروميير وشكرا لكم.